خوف. Só Deus na minha vida mesmo ali. Coleiro. إطلاق نار وظلام دامس أبرز ما ميز صبيحة العملية الأمنية للشرطة البرازيلية على الطريق السريع في فوز دي غواسو. لم يقتصر المشهد الحربي على رجال الأمن الذين كانوا ينتشرون في عدة منافذ فرعية، بل على المدنيين الذين فوجئوا بعمليات الكر والفر بين الأمن والمهربين. يوم أمني بامتياز شهدته شبكة الحدود التي واكبت التحضيرات منذ الفجر، وشهدت لحظة بلحظة تفاصيل نصب الكمائن ومطاردة المهربين. Um pouco mais complicado. A gente pode encontrar outros tipos de ilícito, né? Além do descaminho de mercadoria comum, você pode encontrar outros que lidam com droga, armas, né? استعداد للانطلاق. الشرطة تقوم بتحضير الوسائل التقليدية لإعاقة عمل المهربين الذين ينقلون البضائع خلسة من الباراغواي إلى العمق البرازيلي. بسرعة فائقة تحركت السيارة التي خلت من أي شعار يدل على هويتها. لم يحدد لنا الهدف، بينما كانت المعلومات تصل تباعا عبر جهاز اللاسلكي. نحن الآن نتوجه إلى مكان غير معلوم حتى الآن. لم يبلغونا بالمكان المحدد لهذه العملية، ولكننا الآن في طريقنا في سيارة خاصة للريسيتا فيدرال من أجل متابعة هذه العملية. الآن الساعة حوالي 3:30 صباحا، وهناك تجهيزات كاملة من أجل الانقضاض على عمليات التهريب التي ستكون في مكان لم يحدد لنا حتى الآن. E no meio deles sempre podia ter alguém armado. Já teve situações assim da gente numa equipe reduzida enfrentar muita gente, né? Muitas pessoas ao mesmo tempo. بدون سابق انذار السائق ينعطف فجأة إلى الطرق الوعرية. يأخذ الإشارة من سيارة للشرطة العسكرية كانت بانتظارنا. تطفأ كل الأضواء وتكمل العربة مسارها في ظلمة حالكة، تعتمد حصرا على خبرة السائق في التحكم الحسي دون النظري. تتوقف السيارة، يهرع رجال الأمن من الخلفية ويبدأ الانتشار دون أن يستطيع المرء تحديد الجهة أو المكان. كاميرا الحدود تحدت الحصار المطبق عليها. بخلسة استطاعت أن تسجل اللحظات الصامتة في وسط الأدغال التي لا يرى منها إلا بضعة نجوم في سماء مدينة مديانيرا. مشاهدين، نحن الآن في منطقة وعرية بانتظار بعض عمليات التهريب. هناك كمين نصب إلى تلك العمليات. نحن ممنوعون من استعمال الضوء، ممنوعون من الحركة التي تلفت النظر، وأيضا يعني هناك تعليمات صارمة ومشددة لنا، بحيث يجب أن نحترم هذه التعليمات لكي لا نلفت نظر المهربين الذين يستعملون وسائل اتصالات عالية الدقة. ولذلك نحن الآن ننتظر في كمين للشرطة الاقتصادية من أجل اتباع خطوات المهربين الذين يستعملون الطرق الوعرة ولا يستعملون الطرق التي يسلكها المواطنون العاديون. يمر الوقت وتأتي الإشارة. يطلب منا الصعود بسرعة فائقة. تتحرك الآلية بعد أن تترك عددا من الأمنيين في الكمين المنصوب داخل الطرق الفرعية التي يسلكها المهربون. لحظات يشوبها التوتر والكثير من الأخذ والرد عبر جهاز الاتصالات. تخترق السيارة الطريق السريع وتتوقف لتعلن بدء التفتيش الشامل لكافة العربات المارة بين سان ميغيل دو غواسو وميديانيرا. الحركة كانت عادية، ما لبثت أن اخترقها صوت السيارة التي أدارت وجهتها بشكل معاكس.
واتجهت بسرعة فائقة مما أدى إلى حالة هلع لدى السائقين. وما زاد الأمور تعقيدا إطلاق النار الذي أصاب أحد السيارات المتوجهة إلى مدينة كوريتيبا. هذا السائق يكاد لا يصدق ما حصل، إنها المرة الأولى التي يشهد فيها هذا التحدي. Senhor viu que ele vinha no sentido Quando eu vi assim mais ou menos 100 metros que eu vi que aquele cara vinha com o farol aceso nos meus olhos, eu falei pro rapaz que estava do meu lado, falei: "Ó, um rapaz contra a mão aí". Eu só puxei assim, a merinha fez assim, ele passou, ele saiu pro outro lado. Tá louco. Eu vou te falar para você, ó, tá, aconteceu uma bobagem na estrada, é daqui para ali. Nunca vi, viu? Isso aí nunca vi. Tanto tempo que eu dirijo, nunca vi. إذن الساعة الرابعة والنصف تماما الآن من فجر يوم الجمعة، نحن نرى أن هناك حاجز طارئ في منطقة الميجانيرا، وهناك تفتيش لكل السيارات. المعلومات أكدت أن هناك عصابة تستخدم أكثر من 100 سيارة لتهريب البضائع، وتم في الحقيقة هروب أحد السيارات عبر استعمال الخط المعاكس، مما أدى إلى إثارة الذعر داخل نفوس السائقين. الآن هناك إشارات إلى أن الشرطة المحلية استطاعت أن تباغت بعض السيارات التي تقوم بتهريب البضائع والمخدرات، وهناك معلومات على أن الدقائق القادمة ستكون هناك عمليات إلقاء قبض وحجز بضائع مهربة من الباراغواي متجهة إلى الداخل البرازيلي. بينما كان الذعر يخيم على المدنيين الذين صادفوا العملية، كان المشهد عاديا جدا بالنسبة إلى رجال الأمن. Eles vão fazem contorno meio da estrada, que nem você viu, vão voltam na contramão, atirando, não tem o que fazer. قطع الطريق استمر لمدة 20 دقيقة، والكمين المحكم استطاع صيد الحد الأدنى من هدفه، لأن المهربين لديهم شبكة اتصالات متقدمة وسرعة في التمويه والحركة واستعمال الطرق البديلة. بعد أن فقد الأمل من متابعة سيرهما، ترك المهربون سيارتين محملتين بالسجائر. أحد المهربين استطاع الهرب، أما الآخر فقد طغت عليه الصدمة وجروحه الطفيفة، فآثر التمويه عبر الإنكار وفقد الذاكرة. Não, eu só sei que eu saí, não sei se do sei de certo do ônibus, que eu sei que abri a porta e eu saí. Ah, não tinha ônibus. E daí alguém me acordou, eu tava caindo sei onde. محاولات المتهم باءت بالفشل، وانتهى الأمر إلى الاعتراف بأنه كان يقود إحدى السيارتين. Isso na verdade é uma história cobertura aí, ele está tentando inventar uma história, né, para dizer aquilo que todo mundo viu, né, que na hora que o carro foi abordado ele saiu correndo e o policial fez a, no caso era o policial que fez a abordagem, o policial rodoviário conseguiu interceptar, né, ele durante a fuga, né. E aí ele está se fazendo aí, está dizendo que não sabe da situação. الحمولة التي تقدر بحوالي 20,000 دولار بالإضافة إلى السيارتين نقلا إلى المركز الرئيسي للريسيتا فيدرال في فوز دو غواسو. لم تقتصر عمليات الشرطة الاقتصادية والشرطة العسكرية على عملية اليوم، هذا ما تؤكده هذه الساحة التابعة لمؤسسة الشرطة الاقتصادية ريسيتا فيدرال، حيث هناك أكثر من 3,000 سيارة كانت قد ضبطت في الأشهر الماضية. يقولون هنا أن المعدل اليومي لضبط السيارات يبلغ حوالي 12 سيارة يوميا مليئة بالبضائع والمخدرات والأسلحة. تلك العمليات التي دوما قامت بها الشرطة الفيدرالية والعسكرية ستستمر حتى الأيام القادمة، لأن النتائج تظهر أن هناك عمليات تهريب بشكل واسع وبشكل كبير، وأن هناك قرار جدي بإيقاف هذه العمليات. خوف. Só Deus na minha vida mesmo ali. إطلاق نار وظلام دامس.